طيب يا جماعة، استكمال المحاضرة أو الجزء الأول من المحاضرة الثالثة، خلصنا الجزء هذا طبعا وفهمنا كيف نعمل الشغلات هذه بشكل سهل. طيب، وعملنا الحركة آخر إشي لوين؟ للنص اللي بدي أشتغل عليها. طيب الآن فرضا، الآن يا جماعة بس بشغل الفيديو كمان مرة عشان نشوف بس ايش النص اللي بدنا نعمل. شوفين الحركة كيف؟ عمر كساب مصمم جرافيك. طيب خلينا نعملها. الآن عملنا الفيرتيكال بوكس اللي هو البوكس العمودي هذا اللي باللون الأبيض، شايفينه كيف والحركة الخاصة فيه؟ أي زي ما احنا شايفين. الآن ايش بدنا نعمل؟ النص. النص زي ما قلنا عمر كساب نسميه مصمم جرافيك. اوكي، خلينا نسرع شوية. نقول له هنا، خلينا نكتب برا طبعا، نضغط ونقول له هنا هاي النص. ونقول له هنا، خلينا بس نتأكد. اوكي، لحاله لحاله، مفيش اي مشكلة. عمر كساب مصمم جرافيك، ونعطيه اللون ايش يا جماعة؟ الأبيض. نضغط هان، وهي في المنتصف. هذه ممكن نخليها اللون ايش يا جماعة؟ أسود. نسلوك نعمله أسود كله، الفل أسود، مش أي مشكلة عندنا. لنفس سنة، أو نعملها كلها لون ايش؟ أبيض، فيش أي مشكلة. نرجع نخليها أبيض، وهنا ايش؟ أبيض، فيش أي مشكلة عندنا. طيب الآن خلينا نشوف النص اللي كتبناه. لو عمر كساب مصمم بجرافيك، خلينا نجيبه عقبال مين؟ الصندوق هون. تمام يا جماعة، خلينا بس نعمل له ايش؟ توسيط كان. نصغر هذه، نحاول هذه ايش نعملها؟ نصغرها. تمام، نيجي على فيرتيكال، يعني نحاول ايش؟ هذه مش مشكلة، لو خليناها نفس الاشي مش مشكلة. نغير الخط الآن لعمر كساب، نعطيه اللون الأبيض. ممتاز عنا. ممكن هذه بس كمان عشان نميزها شوية نعطيها لون ايش يا جماعة؟ أسود. ممتاز، فبصير عندنا الحركة بالشكل ده. ونجيب الستروك الأبيض ونشوف كيف الحركة ده. ماشي، الآن بدنا نظبط حركة النص يا جماعة. تمام، بعد ما بخلص عندي الفيرتيكال بوكس يظهر بالشكل هذا. تمام، الفيرتيكال بوكس بعد ما بخلص عندي، بديش يطول كتير، يعني بعد ما بخلص الفيرتيكال بوكس هان يظهر عندي مين يا جماعة؟ خلينا نقول زي هيك، يظهر عندي مين؟ النص. أول إشي النص بدي أطلعه برا هان بالشكل هذا. تمام، عشان هيك النص خلينا بس نجيبه هان، نعمل له نقطتين. تمام، ليه بالشكل هذا؟ أول نقطة يا جماعة نعمل له بوزيشن، هاي النقطة الأولى، ونطلعه برا، بس مش برا كتير، خليه هيك. فنحن خلي أول شيء هذه هنا
أعملها تراجع بس. تمام، ونقول له لأن نصي نقطة نطلعه برا بالشكل هاد، عند النقطة هاد أخلي الناس لجوا شوي هنا. ماشي الحال، فيش أي مشكلة. يبقى أول نقطة للنص بطلعه هان بالشكل هاد، وعند النقطة الثانية إيش بعمل له؟ لجوا برجعه يتيجي. تمام يا جماعة، فصلنا نقطتين للنص. بخلص عندي البوكس الأسود، طبعا ما لحقش يخلص، برجعه وين عند هان الآخر. وأول ما نخلص البوكس الأسود بظهر مين؟ النص. طيب النص يا جماعة ممكن أخليه سريع أو بطيء شوي، مش أي مشكلة، ما بديش إياه يظهر زي هيك عندي. نخلي طبعا البوكس الأسود إيش للآخر هيك ثبته. أول ما بيظهر عندي زي هيك البوكس الأسود يجي مين؟ النص. تمام هيك، لاحظوا عندي. بس عنديش مشكلة، ما بدي النص هيك، بدي يجي وكأنه مخفي جاي من، وكأنه يا جماعة جاي في حاجة اسمها بنعملها إن شاء الله في الأفتر إفكت، كأنه عملت له ألفا مات. فأنا بدي إياه يجي مختفي من وين يا جماعة؟ من ورا البوكس اللي أنا عامله، الفيرتيكال بوكس. كيف بدي أعمل الشغلة هذا؟ وهو أنا النص، تمام، هو هيك بعمل له كروب الآن على النص نفسه، هاي كروب. تمام، والكروب هذا بعمل له إيش يا جماعة؟ من الرايت بالشكل هذا نعمل له، بصير عندي زي هيك النص. طبعا انا عكسته هنا. طيب يا جماعة، احنا لو ملاحظين انه النص زي ما قلنا ماله فوق البوكس هنا. في شغلة عندي انا بدي اعملها عن طريق الكروب، بجيب النص زي ما حكينا هان بعد ما عملت له بوزيشن. طبعا بجيب النص بالشكل هذا، عملنا له بوزيشن، احنا عملنا له بوزيشن، هاي البوزيشن، بس ما خلوش للاخر. يعني في البوزيشن ايش بعمل فيه؟ بخليه عند النقطة هاد. تمام، لان عملت نقطتين انا له. شوف بس كيف في البوزيشن عملنا له عند وين. يعني خلينا بس دوريكو هالشغلة مهمة كتير. انا لو قمت البوزيشن هنا للنص، اوكي تابعوا معي. طبعا انا نقطتين تانية الشكل اللي جبتهم، خلينا نشوف النص نتأكد منه. اوكي، هاي مفيش اي مشكلة عندنا. طيب تمام، هاي النص عندنا الان. لو عملت له بوزيشن يا جماعة، انتبهوا، هاي نقطة سحبته لهان مش للآخر يا جماعة، بخليه بالشكل هذا. الحين بقول لكم ليش. تمام، وعند النقطة هاد بسحبه لجوا بالشكل هذا. طيب تمام، يبقى النقطة الأولى وين يا جماعة؟ مش للآخر هيك ولعندها. تمام، ليش؟ أساس أعمل له الكروب. الحين بنشوف كيف بصير الأمور. تمام أوكي، الآن عند النقطة هاد هو هيك النص، خلينا نقول هنا باجي بعمل له مين؟ الكروب. في الكروب يا جماعة باجي على الرايت وبقول له اخفاء من الرايت. تمام، بقول نعمل هيك لحد ما اخفيها، اختفى فعليا هيك لعند اي نقطة، لعند 8. تمام، باجي بكمل هيك، هتلاقوا ايش يا جماعة صار فيها، وصارت كأنه عملية اخفاء له. تمام تمام يا جماعة، هاي الفكرة من وين؟ من عملية الكروب. نشوف كيف صار هيك. بس أنا في شوية شغلات إنه ماله النص، ممكن نجيبه لهيك أساس يطلع من وين يا جماعة؟ من شكل مناسب أكثر.
ممتاز، شفنا كيف يا جماعة. الفكرة هنا إيش بنسوي؟ نسحب لعندنا. الفكرة إن أنا بعمل بوكس وبعمل له إيش يا جماعة؟ سكيل طبعا بعد ما أقيم اليونيفورم على أساس يكون إيش بشكل مناسب. وبعدين إيش بسوي؟ بكتب النص، النقطة الأولى بوزيشن لبرا والنقطة الثانية لجوا برجعه، بس إيش بخلي النص ظاهر. بعد هيك يا جماعة بضيف عليه الكروب وبتحكم وين يا جماعة، بس في الرايت. ليش في الرايت؟ لأنه أنا كتاب لغة عربية شغال. تمام، لو ضغطنا هنا هاي شفتوا تحكمت في الرايت لحد ما يختفي عندي النص مباشرة، بيظهر بعد هيك بالشكل هذا المناسب. تمام، شوفوا كيف في حرف الدال. الأمور بدها شوية دقة بس يكون القصة. هاي العرض هيك تمام. محمد الهندي فني مونتاج، شفت النص فهم. تمام، عمر كساب مصمم جرافيك. طيب ممكن احنا برضو نخفيه، فيش اي مشكلة. نشوف الان النقطة اللي بعدها. طيور المهاجرة نفس الفكرة. طيب خلينا نشوف كيف بدنا نعملها، بس بدي اعملها نظام ايش الماسك يجي عليها هنا. نفس الفكرة طبعا، بدي اضيف الفيديو الخاص بالطيور. هاي الفيديو ضفناه، مش اي مشكلة عندنا. تمام، نفس الفكرة جماعة، بس ايش حيكون عندنا فكرة جديدة من ناحية ايش، ان انا بدي اضيف الماسك. اول شغلة بدي اقول له الطيور المهاجرة، بدنا نكتب له نص هنا، بضغط برا واقول له هنا ايش الطيور المهاجرة، ونكبرها شوية اساس انا بدي اغطي ايش فيديو تاني. شيفت طبعا بكون جايب الانكور بوينت في المنتصف، افضل وبسحب هان واقول له ايش يا جماعة، خلي اللون بالتحكم فيها من هان ايش لونه اصفر. نسحب الأنكور بوينت هنا، طيب الآن عملنا النص الخاص بالطيور المهاجرة. ممتاز، طيب تعملها الحركة. أول إشي بنعمل ال horizontal box الآن graphics نيو لاير، مش فيرتيكال ريكتانجل بدي اعمله، بس ايش يا جماعه هوريزونتال. هوريزونتال مقصود فيه ايش بدي اعمله، مش عمودي، افقي. تمام، ونخلي اللون نجيبه بالشكل هذا ونزغر هنا شوية، وين انكر بوينت في المنتصف، وين اعطيه لون ايش يا جماعه اسود او لون اصفر عفوا، احنا مش مختارينه صح. طيب شوفوا هنا هنلاقيه هيوان، ونعطيه لون ايش الاصفر. تمام، فيش اي مشكلة. الان ممكن نكبره كمان او نزغر ايش الطيور المهاجرة شوي، وممكن احنا ايش برضو نتحكم فيه من وين يا جماعة، على السكيل. وبنقيم الصح من هان اليونيفورم، ليش قلنا هاي هوريزنتال؟ عشان نتحكم فيه بشكل ايش صحيح. لو كان الصح موجود هان يصير عندي هيك بالشكل هذا، غلط. طبعا هذا كلام حنحكيه في ايش، في تصميم مؤثرات الفيديو. تمام يا جماعة، ممتاز. ممكن الفيرتيكال اقلله شوية، يكون عندي الامور ارتب. طيب الان نيجي نتحكم فيه. بدي اجي على السكيل يا جماعة، النقطة الأولى الهوريزنتال. تمام، لأن بدي اشتغل على الهوريزنتال، واقول له أول نقطة هنا ايش تكون عندي،
الشكل هذا وأقول له هذا قيمته إيش، تكون زيرو تمام، وعند النقطة هذه يكون قديش قيمته، مثلا 107 فيش أي مشكلة. نشوف كيف الوضع بطيئة، بنحاول إيش نسرح، أنا مجبتهاش من أول مش مشكلة عادي، ممكن إيش نقول له كمان هيك. تمام بالشكل هذا، طبعا ممكن ننعمها، اقول له ايش النقطتين هذول ايش نعملهم يا جماعة، كليك باليمين نقول له ايز ان، زي كأن عملت لها F9، ونشوف كيف يصير عند الحركة ناعمة شوي. تمام، وممكن نبعد ايش النقطتين عن بعض، فيش اي مشكلة. الآن بقى هو بيتحرك زي هيك بالشكل هذا، بدي عندي الطيور المهاجرة إيش مالها، تيجي من أسفل لأعلى. الآن في أكثر من طريقة، إما فكرة الكروب اللي عملناها قبل للفيديو الجانبي، أو ممكن طريقة تانية إن أعملها نظام الماسك، وأنا ضغط على الطيور المهاجرة شايفين المربع والدائرة، ممكن أشتغل على المربع جيلي هيك بالشكل ده، يعني مجرد ضغطت هان اجالي المربعان، وايش كتب عندي ماسك، ماسك يعني قناع، وهذا الكلام حنتعلمه في برنامج ايش تصميم مؤثرات فيديو. نسحب هذه النقطة هنا هيك، وهذه النقطة هيك، وهذه النقطة هيك، وهذا الموضوع طبعا كبير وحنستخدمه في الكاميرا تراكينج والشغلات هذه. الآن لو أنا ضغطت على النص نفسه تمام على النص ايوه، نزلته لاسفل بيختفي، لان انا عملت عليه ايش لفوق بيختفي، لان عملت عليه ايش قناع. تمام يا جماعة، عملت عليه قناع. طيب ممتاز، الان بمسك النص هيك بالشكل هذا، بعد انا ما يظهر عندي هو في المنتصف زي هيك، وبقول له النص ايش يا جماعة، اتأكد بس وين النص عندنا طيور المهاجرة، وباجي بقول له على النص ايش يا جماعة، بوزيشن و سكيل، خلينا نشوف البوزيشن الخاص فيه، لا البوزيشن اللي هان تمام، هاي البوزيشن الخاص في النص. بقول له اول نقطة، طبعا بعد النقطة هذه ما تظهر تختفي، او قبل ما تختفي بقول له لعند هذه النقطة هاي بوزيشن، وبقول له لأسفل، طبعا انا اخذتهم الاثنين مع بعض، بدي النص، انا بدنا النص لحاله. تمام يا جماعة، خلينا نختاره هيك، اختار النص لحاله، هي اخترناها هاي النص ثان، بس نعمل له بوزيشن يا جماعة، هاي البوزيشن الخاص فيه تمام، وأقول له هاي النقطة هان، وعندي النقطة هاي طبعا هاي النقطة الأولى، ونزل لي إياها لأسفل هيك، وعندي النقطة هذه إيش يا جماعة، طلع النص لأعلى تمام. ممتاز جدا، طبعا انا ممكن اقرب النقطتين لها على اساس يكونوا معميين مع الخط مباشرة الافق، شفتوا كيف؟ ممتاز، نشوف كيف تصير الامور معنا. ممتاز جدا، ممكن اعملها ايش سريع بعدين ايش بطيء. نشوف كيف تصير معنا، ممكن أبعد النقطتين عن بعض شوي هيك كمان. ممتاز يا جماعة، بالشكل هذا نضغط حرف الدال ونشوف كيف الأمور بدها تصير معنا من الأول. زي ما احنا شايفين الآن الحركة الجديدة عن مركز سير مصمم جرافيك،
الآن الطيور المهاجرة فكرة جديدة، يعني كل شغلة فكرة جديدة. أنا فكرة مين استخدمنا فيها؟ فكرة الماسك، نعمل عليه مربع. يعني إيش فكرة الماسك؟ الماسك إنه أنا بأضع عليه دائرة أو مربع بيختفي كل اللي حواليه ما عدا هو، زي لما تلبس شخص قناع. هاي فكرة الماسك، تمام. وحنستخدمها في مساق تصميم مؤثرات فيديو واحد بشكل ايش كبير. وطبعا وهنا حنستخدمها بشكل كبير في نظام الكاميرا تراكينج والشخصيات الى اخره. طيب ممتاز، نشوف ايش ضايل عندنا. ضايل عندنا قام هذا القام بانتاج هذا الفيديو قسم الوسائط المتعددة. طبعا هذا سهل. كروب عندنا حيكون مع استخدام اللي هو افكت البلور، تمام. بل عند هان ممكن انا اقول له المواصلة عند هان كويس، يكون عندي بالشكل هذا. ممكن اطول لي انا شوية بس كمان، بس نعطيه حقه الفيديو. ممكن لي انا شوية كمان ونقول له ايه، وبعد هيك يجي مين عندنا، يجي عندنا نص جديد نسميه قام بإنتاج هذا الفيديو طلبت قسم الوسائط المتعددة. قام بإنتاج هذا الفيديو طلاب قسم الوسائط المتعددة بكلية مجتمع الأقصى مثلا، ما في أي مشكلة. نزغل أنا شوية بالشكل هذا، نسحب الأنكور بوينت تاني، تمام يا جماعة مش أي مشكلة. طبعا ممكن نزغل الخط. شوفوا احنا قمنا بإنتاج هذا الفيديو قسم الوسائط المتعددة على أساس إيش؟ نجيب كلمة طلاب مش لازمة، على أساس نخلي النص أقل شوي. طبعا ممكن هنا نكبر على 10، عفوا على مثلا 25، ونزغل ما فيش أي مشكلة. الآن بدنا نضع له خلفية لون أسود. هاي الفيديو عندنا قام بإنتاج، نضغط عليه هان. طبعا غيرت الخط أنا بعمل سكرولينج، بدنا نقول له نوع هذا مفيش أي مشكلة عندنا. ونقول له هنا نضع له باك جراوند لونها إيش يا جماعة؟ أسود. خلينا نزودها للون هذا، ونقول له يا جماعة كمان نعرضها بالشكل هذا فيش أي مشكلة. طيب الآن ضفناها فيش أي مشكلة عندنا، ممتاز. نعمل كروب على مين؟ عليها، مظبوط ولا لا؟ نسحب هيك وبنقول له الكروب، هاي النقطة الأولى من هان. طبعا احنا بدنا اياها هيك بالشكل هذا لانه لغة عربية. نقول له النقطة هذه الأولى، نسحب هيك للآخر 100، وعند النقطة هذه ايش نقول له يا جماعة؟ زيرو. طيب ممتاز، نشوف كيف الوضع عندنا. سريع شوي، بنحاول نبعد النقاط عن بعض ونشوف كيف فيك. ممتاز جدا، قام بإنتاج هذا الفيديو قسم الوسائط المتعددة. طيب الآن يا جماعة بدي أعمل وأنا بعرض في الفيديو بلور، أخليه بلور شوية. يعني أنا عند نقطة معينة وإحنا بنعرض فيه هيك من البداية، بعدين إيش بدي أسوي؟ أخليه يبدأ إيش بلور بلور لحد الآخر، تمام يا جماعة. كيف ممكن نعمل هذه الشغلة؟ تمام، هو هيك. باجي عند النقطة هان بضيف افكت اللي هو اسمه البلور. بلور بيجي عندي فاست بلور ان فاست بلور اوت، باخد الفاست بلور اللي هو بيعمل لي عملية تغبيش يا جماعة. الفاست بلور تغبيش او تضليل، بدناش نقول تضليل، عملية تغبيش للصورة هي الأدق، تمام. طيب بديش من الأول، بدي من عند ما بدأ يكتب أشتغل عليه. فبدور على البلور، خلينا نشوف كيف. طبعا
طبعا بالدقيمة، هي موجودة هنا عندنا، شفتوا كيف من الأول على أساس عملت الإعدادات. فالدقيمة من هان، أوكي، وأقول له بدالي من وين أول نقطة من هان، تمام، تاني نقطة من وين يبدأ للفيديو. طبعا هنبدأ كبر عن النص أول إشي اللي قسم الوصائف، وتاني نقطة يبدأها من وين من هان، ونصير إيش نسحب زي بالشكل هذا، فبيجي بشكل متدرج هو كيف الأول، تمام، وبعدين بشكل متدرج النقطة الأولى هي زيرو، وبعدين إيش بيبدأ يزيد لحد ما إيش لآخر الفيديو. نشوف كيف بيصير معنا، نضغط حرف الدال. يبقى كيف نعملها هاد يا جماعة؟ بعد ما كتبنا النص بنجيب افكت اسمه بلور، بختار منه فاست بلور، بضعه على الفيديو، بشتغل على نقطتين، هيجي عندي شغلة اسمها هنا بلورنس، هي البلورنس، بضيف النقطة الأولى بدي من هنا يبدأ، والله من وين والله من وين حسب ما بدي، بدي من هنا مثلا فيش أي مشكلة، بقول له هاي النقطة الأولى، وباجي هان طبعا النقطة الأولى بحطها صفر، وعندي النقطة هنا بحطها قديش، 8، أو عفوا أنا شفتها 8 من 10 بحطها 100، تمام فيش أي مشكلة. فبصير عندي بشكل تدريجي من زيرو لعند 100 إيش عملية البلور لميل للفيديو. نشوف كيف حرف الدال، ونشوف من الأول كيف الفيديو. أعتقد الأمور إيش تمام كتير وممتازة وفيش أي مشكلة، بدها شغل وبدها ترتيب، تكون انت هيك عملت فيديو ايش احترافي. طيور المهاجرة، طيب نشوف اخر نقطة، قام بانتاج هذا الفيديو قسم الوسائط المتعددة، هي عملية البلور، ممكن تكتب نص تاني فيش اي مشكلة. طبعا يا جماعة الشغل بده تركيز وبده متابعة بشكل كويس، تمنياتي لكم بالتوفيق ومراجعة الفيديوهين الجزء الأول والثاني الخاصة بالمحاضرة الثالثة، وكذلك مراجعة المحاضرات السابقة، ودائما أول بأول مراجعة المحاضرات، بدون هيك مش هتقدروا تمشوا في المسار. تمنياتي لكم بالتوفيق، ونراكم في المحاضرات الوجاهية.